شجرة احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الحسن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سألوا عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن زعمية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. بكم أهلا ومرحبا أستاذ عبد المنعم. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام بالترحيب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. ربكم أهلا وسهلا. الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام مباشرة في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر بإذنه تعالى. هناك اتصال والبداية من ولاية سيدة شاهيناز شهيرة من جيجل. مرحبا. نعم مرحبا، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدة شهيرة. عندي سؤالين أخويا. الأول عليهم السؤال الأول، أنا إمام توفية ربي يرحمها. الله يرحمها. وكما ورد تسمى على جدك اسمه الزيتون، طحولها ثلاث شجرات، كانت هي تحوشهم كي كانت حية ما تذبحوش. دوكا كي ماتت خوتي وخواتاتي ما كيروحوش، كنروح غير أنا نحوشهم، أنا ما مزوجاش في الدار. نعم. دوكا ماش كياكلوا لي زمي كي تعطيهم حقهم، هما غير ثلاث شجرات عندنا اكل، ما عنديش من اشري بيتر كيتون ندير، يا هل نقسموهم ولا انا يعني ندي حقي ونزيد نقسم لهم ديالهم؟ ما فهمتش، غادي تجاوبوني على السؤال. يعني ثلاث اشجار ما ورثتيش يعني قطعه ارضيه ولا؟ لا لا، ما قسموش الارض، غير الزيتون قسموه برك. قسمتو غير الزيتون؟ ايه صح، ولا هي ثلاث شجرات كيما قسموا ثلاث اشجار. ايه مع خوتها وخواتاتها هي تخدمه، وانت اللي تخدميهم وتسقيهم راه كبار، يعني ما نروحش غير من العام لعام، ما نكذبش الناس. احد العام كاين كي يكون نحوشوه، كي يكون ما كانش ما كنروحوش مرري. يعني يشربوا من ماء المطر. ايه نعم. ايه ربهم جدي الله يرحمهم، كبار الزيتون. حبيتي تعرفي كيفاش تقسم هذه ثلاث اشجار على الاخوه والاخوات؟ ايه ايه عندي كيفاش تقسم بيناتهم، احنا في تسعه. كيف تقسم؟ ثلاث بكور وسبع بنات. ايه يعني ثلاث اشجار شحال يجيبوا ميزان في العام تقريبا؟ أنا قلت ما عنديش 20 لتر. 20 لتر تاع الزيت؟ إيه 20 لتر، كيما نشوف عندي يما مات عندها سبع سنين، أنا لقطت. الله يرحمها. حل عام نلقط واحد ما نلقطش، ما فيش. إيه عام بعام، هي الشجرة تجيب عام بعام. إيه. وإن شاء الله هذا العام عام خير إن شاء الله، تجيب إن شاء الله أكثر وأكثر. إن شاء الله يا ربي. شحال ذكورة أنتوما؟ شحال ذكورة وشحال إناث؟ قلت لك ثلاث ذكور وسبع بنات. الله يبارك، ثلاث ذكور وسبع بنات. إيه، وعندي خويا من يما خلا في الدزاير هو ساكن هنايا. اخ من الام. ها تسمى ربع دكتوري ولا ها. والسؤال الثاني تفضلي. انا نخدم هكذا على عمري، ندير رشتات، ندير رشته، يقولوا لي كي تبيع دوكا انا كي نسون سميد ولا اخر كي نحط كيلو، كي نخدمو نخلص لك انا زاد من فوق كيلو، ماشي حكم ما حكم ما حكم خط، يقول لي ما تبيعش هكذاك كيما الزيت، نقولوا الكيلو يجي كيلو 300 غرام، كيلو 400، كل السميد كيفاش؟ يقول لي انت تخدم بالسميد ما تخدمش بالميزان ديالك دي زيد على حقه. يعني سواء دير رشته ولا دير فتات كيف كيف. وانت سؤالك هنا وشنو هو؟ يعني كيفاش يعني ما يجوز لي ولا ما يجوز ليش نحسب بالسميد ونخدم ولا نوزن من بعد ما نطيب ونخلص؟ انت المواد الاوليه اللي تشريها قاعدتك تدخليها في الحساب؟ ايه الزيت والملح والماء. ايه والماء والطياب ديالي ودخل. ايه والغاز وخدمتك ووقتك وجهدك. ايه كيفاش نحسب؟ نحسب الكيلو ديال السميد ولا نحسب من بعد ما يزيد؟ قلت لك الكيلو يجيب كيلو 300، كيلو 400. نعم. انا كي نديها للحانوت هو ما يحسبليش بالسميد، يحط هذه هي يوزنها ويقول لي جابت لك الطا، حبانا ندير 4 كيلو وما يخرجوا لي 4 كيلو 5 كيلو 4 كيلو ونص. واضح شفنا. يعني كيف تحسب التكلفة؟ تبيع كيفاش تبيع؟ تبيع الكيلو تاع السميد ولا الكيلو تاع الرشت؟ نعم.
جاوبوني بصراحه، انا حيرني السؤال هذا، ما حباش نخدم بالحرام ولا لا. لا ربي يبارك لك في مالك ان شاء الله وفي جهدك وفي وقتك ان شاء الله، ومن احسن لاحسن ان شاء الله، وربي يفتح لك ابواب الخير سيده شهيره ان شاء الله. شكرا على هذا الحصه، الله يحفظك، دعاك الصالح. امين يا رب العالمين ان شاء الله. فتيحه من العاصمه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي سيده فتيحه. تفضلك، عندي سؤالين. الاول في حبيت نعرف قيام الليل. قيام الليل انا ندير قيام الليل نص ساعه قبل الفجر. نص ساعه؟ ساعه قبل الفجر. قبل الفجر، نعم. حبيت نعرف واش نقرا، كل واحد واش يقول لي، واش نقرا في الركعه الاولى واش نقرا في الركعه الثانيه. السور والدعاء والوتر، والركعه تاع الوتري نخليها، انا ما نصليهاش مع الشفعي. نعم نخليها، وكي ندير القيام نختم بها. نعم. والدعاء نعمتك دائما، والدعاء يكون في اثناء الوقوف من الركوع هكذا ولا لا؟ لا، دعاء قيام الليل. ايه كيف يكون، قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ يعطيك الصحه، شكرا. والسؤال الثاني قبل السؤال الثاني، نعطيك السؤال الثاني. اكيد تفضلي. الثالث هذا زيد تفضلك. السؤال الثاني كاين مجموعه من الاستاذات يخدموا في متوسطه. نعم اساتذه. نعم مال فين يديروا جمعيه. نعم جمعيه يلموا دراهم كل شهر، تحط وحده زعما مليون هكذا، كل وحده تحط مليون. نعم وكل شهر تديه وحده. نعم كل شهر تديه وحده. وحده قالوا لهم باللي حرام، كانوا يديروها السنوات اللي فاتوا، هذا العام قالوا لهم حرام، ما على باليش شكون فتالهم، قال لهم باللي حرام، حبيت نفهم فيها حرام. طيب بارك الله فيكم. ربي يحفظك سيدة. شكرا بارك فتحة. الله فيكم. ادعينا معك في قيام الليل. ادعينا معك في قيام الليل. ادعي شيخ. ان شاء الله وادعوا لي انا ثاني، ربي يجازيكم، عندي مقرين مربية اليتامى، ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي اجرك مشكورة ومأجورة ان شاء الله في ميزان حسناتك ان شاء الله. بارك الله فيكم. بارك ان شاء الله باب للجنة يا رب. شكرا. مع السلامة في حفظ الله. مشاهدينا الكرام نشرع بحول الله تعالى في الإجابة عن أسئلتكم لهذا اليوم، هناك أسئلة أتتنا للبرنامج ومن ثم إن شاء الله نجيب عن أسئلة المتصلين. السؤال الأول شيخنا شيخ كمال ربي يحفظك أجمعين يبارك فيك، الأخ عبد الله من العاصمة يقول هل صحيح أن من حج واعتمر يعني يغفر له ذنبه ما قدم وما أخر، يعني من الكبائر ومن الصغائر من الذنوب، كما يقول العجايزنا شغل رايح يغسل عظامه، فهل هذا الفعل يعني وهذا يعني هل هذا صحيح؟ نعم بارك الله فيكم. شكرا عبد المهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالفعل هناك هذه مقولة أو فكرة عند كثير من الناس، معناته الإنسان الذي يسرق هذا ويظلم هذا ويأكل مال هذا ويعقل والدين ويظلم جاره ويأكل أموال اليتامى وكذلك يأكل أموال يعني الضعفاء إلى غير ذلك، ثم يقول لك أنا نحن نذهب إلى الحج نذهب إلى العمرة ربي يغفر لي كل شيء، هذه كلها يعني محاجية، هذه كلها أكذوبة لا تصح. الإنسان الذي بينك وبين الله نعم حتى الكبائر كما قال بعض العلماء، نعم يغفر الله الذنوب حتى الكبائر، غفر له ما تقدم من ذنبه حتى الكبائر، هذا بعض العلماء، ولكن الذي بينك وبين الله، أما بينك وبين العمد فلا يغفر لك إلا إذا تحللت من صاحبك، إلا إذا أنت مشيت هذاك اللي ظلمته تطلب منه سمح، أو هذاك اللي كليت له ماله ترد ماله، أو هذاك اللي سرقته ترد ماله، أو هذاك عقوق الوالدين تطلب منهم السمح الوالدين، وكذلك ترديهم، لما ترديهم ثم يغفروا ويسمحوا لك، ثم تمشي إلى يعني بعد ما ترد المظالم إلى أصحابها، كل واحد ترد الحق تاعه وتطلب منهم السمح، وتروح مثلا اللي ظلمته ولا بمعنى اللي حقرته ولا اللي بمعنى تعديت عليه تطلب منهم السمح، واللي كليت له ماله ترد له ماله، كل واحد يعني على حسب يعني المظلمة اللي أنت بمعنى
قد ارتكبتها في حق هذ الناس هذوما. أما كونك بما تأكل حقوق الناس تسرقهم وتأكل تاركة تأكل حق أخواتك ولا تأكل حق بناتك ولا خالاتك ولا عماتك في التاركة تأكلها بعد تقول احنا خسر عظامي، هذه غير انساها غير فوتها، هذه بمعنى هذا الله لا يغفر لك حتى تتحلل من هذا الشيء هذا، حتى تطلب السماح من خواتاتك ولا خالاتك ولا عماتك ليك اللي تلوم حقهم، فتطلب السماح ولا ترد لهم حقهم ولا ترديهم حتى يرضوا عليك، يعني يسمحوا لك ويرضوا عليك. ذاك الوقت فكيت من المشكل اللي كنت فيه ومن المظلمه اللي كنت انت فيها. اما كونك تروح تحج يعني تقول خلاص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رجع كانه يعني اليوم ولد، كانما يعني ولد اليوم يعني يغفر له كل شيء، هذا لا، الذي بينك وبين الله نعم، اما بينك وبين العبد فلا، لان الله سبحانه وتعالى سوف ياخذ الحق المظلوم يوم القيامه سوف يذبح حقه لما يوقف توقف معاه، يا ربي هذا حقرني ها واش دار لي ها واش دار لي ها واش كذا، ربي لازم يدافع عليه ويعطي له حقه. اما اللي بينك وبينه ربي كبير، ربي غاني واش يدير بالعذاب، كما قال ماذا يفعل الله بعذابك؟ رحيم. اي واش يدير؟ ربي رحيم، ربي غفور، قابل للتوب، وربي حنين كريم. بينك وبينه ما تخافش خلاص، بينك وبين مولاك. اما اللي بينك وبين العبد هذا اللي تخافوا، هذا لازم اول حاجه قبل ما تموت كما قال راسم تحلوا الان في الدنيا قبل ما تموت، لان يوم القيامه راه فيها حسنات وسيئات. ما بقاش تقول يا ربي نغرم له دوك نعطي له الدراهم والدينار ولا الدوفيز ولا الدولار ولا الاورو، خلاص كاين والو، كاين حسنه سيئه. الان تخلص بسي حسنه، اديت له شحال من ملي كريت له مال تعطيهم له اليوم حسنات. ما بقاش هذاك بمعنى، خلاص انساها، الدنيا راحت انتهت، دوك راه في الاخره، اخره الان تبدلت العمله، العمله راحت تاع الدينار الدورو خلاص راحت، الان بقات حسنه سيئه، عمله جديده. الاجر. الاجر هذا هو، الان الاجر تاعك ولا بالحسنه ولا بالسيئه. فلهذا الانسان لما يمشي الحج المفروض يجمع العائله تاعو ويروح المسجد عند الامام ويطلب، يقول لهم يا جماعه فلان يطلب منكم السمح، او رايح بيت الله الحرام، او قال لي واحد ظلمت ولا كش ما قلت له حاجه ولا كش ما بالك اسات ليه، يا ودي سمحوا لي، او يطلب منكم السمح. هذا اللي ما كان لهمش دراهمهم، هذا اللي ما بالك لعله خسر له كلمه ولا واحد غضب معاه ولا زعف معاه ولا يطلب منه يقول لهم اسمح، وهو قال لكم ما بدي وانا اللي مسامحكم، هذه الدنيا بالك ما نوليش، بالك هذا هو اخر سفر تاعي ما نجيش نرجع، ما نطلب منكم اسمح يا جماعه، او فلان يطلب منكم اسمح، وراه قاس بيت الله الحرام، وراه قال لكم انا اللي سامحكم، كل واحد مثلا يغلط معايا ولا كش مثلا الله يسمح له، وانتم كذلك يطلب منكم اسمح سمحوا له. هذا والعائله تاعو نفس الشيء، يطلبها ويقول لهم نفس الشيء يعني ماشي وكذا، شفت الان اليوم او يمشي بتخبيه ما يقول ما والو. فلهذا نسال الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا باش ماشي اي انسان يجي رايح الحج عن باله خلاص. هذه بما كما قلنا مقوله يعني كاذبه ولا تصح، لان الانسان مش يظلم الناس ياكل حقوقهم ياكل، بعد يقول لك الحج ربي يغفر له، هذاك ما يسمح لكش، هو ذاك الانسان ما يسمح لك، كيفاش يغفر لك ربي؟ لا، فالانسان يعني لابد باش يدير في حسابه هكا كان يديروا بك. ولذلك يعني ممن ذكره بعض العلماء قال لك من السنه، هم كانوا يقولوا من السنه يعني من باب، وحنا نقولوا من باب الافضليه، ان الانسان قبل ما يروح يجمع اهله ويطلب منهم سماح، ولما يولي كيف كيف يجمعهم وكما نقولوا يدعي لهم، يدعي لهم وكما نقولوا يجمعهم على عشاء ولا حاجه عليه، ولكن باش يدعي لهم لان جا من بقاع، وهذاك لان الله قد غفر له ما تقدم يعني من العام الماضي كما تاع العمره، اما الحج فقد غفر له كل ذنوبه ويرجع كيوم ولدته امه، يعني يرجع. فلهذا يعني الانسان كي يروح للحج ولا يروح العمره ما يظنش بمعنى ان العمره يقول لك انا هذاك نروح العمره بيغفر لي كلش، ما يغفر لكش كلش، يغفر لك اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذه خفيفه عند الله سبحانه وتعالى، قاعد بينك وبينك سهله، ولكن مع العباد لا، مع العباد لابد تتحلل منهم، تطلب السماح منهم باش يسمحوا لك، يسمحوا لك ولا كليتو مرض لهم حقوقهم، ولا كش واحد ظلمته بالهضره ولا كش ما درت له يعني ضريته كما قلت، طلب منه سماح، طلب منه سماح باش كي تروح تروح مهني، ما تروحش فيما يقولوا انت عندك الاثام وتقول انا نغسل عظامي ما انت الشيء اللي دار، لا اللي ربي اللي تغسل عظامك من كما نقول من الذنوب اللي جاتها بينك وبين الله، ربي سبحانه حنين وكريم، سبحانه بيفرح بك، يقول مرحبا بك عبدي، بابي مفتوحه دائما مفتوحه، ولكن اللي بينك وبين عبدي يقول لك يا عبدي ما نقدرش نسمح لك، شوف هو اللي يسمح لك، او يجي يشكي لي، كي يشكي لي كيف ما نعطيلوش حقه، لازم ندافع عليه، لازم نعطيلو حقه، وانت ما عطيتلوش حقه، لازم تخلص،
أنا ندافع على عبدي المظلوم وأنت راك ظالم، ما تروحش تقول ندير العمرة تقول يا ربي خلاص اللي درت عمرة ما تسمح لي بيني وبينه، أبدا يسمح لك ربي حتى يسمح لك هو. فلهذا كثير من الناس يعني يظنوا بأنه يروح يدير عمرة يدير الحجة خلاص الشيء اللي داروا بينه وبين العباد واش كلاهم واش حقرهم واش دا ولا والديه واش عصاهم ويقول لك خلاص ربي يغفر لي كل شيء، ابدا. فلهذا الانسان فليحذر، الانسان كي يجي رايح منا المفروض انه يطلب السماح، يطلب السماح لان على بالك الحج او حقيقه صح ربي لما سمى الحج الاكبر تاع راهو حج اكبر يعني فيه غاشي كبير ويقدر يموت تم وماتوا الناس هكذا وكل عام يموتوا. يموتوا. إما يولي ولا ما يوليش. لهذا يطلب السماح قبل ما يروح لعل ما يجيش يولي. يتندفن تماتيك وحتى ولو تندفن تماتيك يعني يقول لك خلاص هاو هاو خبزها مات تماتيك معناتها ربي يغفر له كل شيء ابدا. يغفر له بينك وبينه ولكن بينك وبين العباد ما كسالك. شوف حتى الشهيد يعني الشهيد وما ادراك قيمته ولكن ما دام عنده الدين عند الناس بينه وبين العباد ما يدخلش الجنه حتى يقضى دينه. وقعد معلق حتى يقضى دينه، لما يقضى دينه ذاك الوقت خلاص سهلت بينه وبين الله خلاص ربي يغفر له كلش ويديره في المقام العالي. اما اذا كان عنده ديون ولا عنده مظالم ما يسمحلوش ربي سبحانه وتعالى. هذا شهيد اكتب شهيد وما ادراك مقامه عند الله شحال، ولكن ما دام عنده علاقه بالناس ظالم الناس وحاقر الناس وكلا حقوق الناس وعنده ديون عند الناس يعني سالوا له كذا هو ما يسلكش. ماشي بمعنى شهيد خلاص هو فراها، ما فراهاش مازال ما فراهاش، فراها بينه وبين الله صح عنده مقام محمود ولكن بينه العباد مازال ما فراهاش ماهوش فاريها. فلهذا احنا نقول اتقوا الله فيما بينكم وما تظنوش بمعنى الانسان ما يقول لكم احنا نروح الحج ولا نروح العمره نغسل عظام عند ربي يغفر لي كلش هذه ما كانش منها. فلهذا نقول اتقوا الله في عباد واتقوا الله في انفسكم واتقوا الله كما قلت في معاملتكم مع الخلق لان الخلق هو الصح. اما بينك وبين الله سهله خلاص ربي غفور رحيم وحنين يفرح بيك يعني واحد الفرحه ما عندهاش حساب. ما يكذب عليك الانسان يقول لك انت درت كويش كنت درت ودرت ودرت ربي ما يغفر لكش. علاش ما يغفرلوش ربي؟ انت رب لا انا ما يغفرلوش ربي، ربي يغفر ربي غفور رحيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدلوا الله سيئاتهم حسنات كاع اذا كرموا ربي سبحانه وتعالى يبدلوا سيئاتهم حسنات. ها يا سيدي يعني شوف واش دار كاع عاود ربي عاود يدير العمله هاو جا يصرف هاو صرف له ربي عطى له سيئات ربي عطى له حسنات قلبهم له حسنات وربي يوفق ان شاء الله. امين. بارك الله فيك على هذا التوضيح. شيخنا شيخ محمد الاخ محمد مشلف يسال يقول تكرار العمره في سفره واحده هل يجوز ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد أيها المشاهدون أيتها المشاهدات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فنقول في جوابنا على هذا السؤال أن العمرة يعني من فعل الخير وهي من الأعمال التي تكفر بها الذنوب خاصة الذي اتفق عليه العلماء أنها تكفر الصغائر. هذا أمر متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأمة الإسلام مرحومة فإن الله سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول يعني هذه الأمة إذا كانت صغائرها تغفر باجتناب الكبائر وكبائرها تغفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمة مرحومة حقا. فلذلك الإنسان يعني إذا جاءت فرصة يأتي بالعمرة. وكثير من الناس يسألوا يقول لك لما نكون في العمرة هل بالإمكان أن أعدد العمرة إما يعني على نفسه أو على من يريد أن يعتمر عنه من الأهل أقارب الأموات أو من العاجزين هل له ذلك؟ نقول نعم هذا أمر جائز لأن العمرة إذا استوفت شروطها
يعني وجاء بها من الواجبات تاعها والأركان تاعها فهي عمرة صحيحة لا شك. المهم تكون هذه العمرة صحيحة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحج عن الغير، والعمرة مثل الحج كذلك، يعني الإنسان يحج عن غيره كما في حديث الخثعمية سألته قالت يعني إن أبي أو إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير فحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فكذلك يحج الإنسان عن أبيه وأمه، ولا يشترط أن يحج الأنثى عن الأنثى، بل تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، كل ذلك واسع. وكذلك إذا كان يعني لم يعني يتمكن من إعادة عمرة من سفر جديد وهو يريد أن يستغل هذا الوجود التاعه، ربما يتعذر عليه أن يعود إلى العمرة مرة أخرى خاصة في وقتنا الحاضر، يعني وله أن يعتمر من يأتي من عمرة من أقل أو من أدنى التنعيم، أدنى الحل وهو التنعيم، وكذلك يعتمر يحرم كما أحرم في عمرته الأولى، ويطوف بالبيت ويسعى ويحلق أو يقصر، والمرأة تقصر فقط، فهذا هو الذي ويلبي عن الشخص الذي يريد أن يعتمر عنه لبيك اللهم عمر عن فلان، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى خاصة في ذلك. لكن نحن نقول يعني أن هذه الظاهرة بدأت كثيرا، ما يعني الناس أصبحوا يعني يكثرون منها، وربما يؤدي إلى الازدحام خاصة في المواسم. فنقول أولا الإنسان أن يبقي على شيء من قوته، لا يكثر منها حتى لا يتضرر، فالشرع جاء بالتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، فلا يشق على نفسه، يعني يأتي بالمستطاع. وكذلك أن لا يؤدي هذا إلى الازدحام مع الناس إذا كان فيه وقت موسم وعدد كبير جدا. تخيل لو أن كل إنسان يريد أن يأتي بعمرة أخرى، وهذا اللي راه موجودين والذين يأتون من جديد، وهذا يؤدي فعلا إلى ربما إلى تضييق على الناس. فنرجو أن يكون هذا أمرا أيضا ملاحظا عند من يريد أن يعتبر مرات، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخنا الشيخ كمال ربي يحفظك، السيدة شهيرة من جيجل يعني قالت توفيت الوالدة الله يرحمه ويسع عليها، القطعة الأرضية ما زال ما قسموهاش، لكن تم تقسيم الأشجار، فهي كان من حق والدتهم الله يرحمها ثلث أشجار، وثلث أشجار هذه كل عام يعني تقريبا نجيب 20 لتر تاع زيت زيتون. فتقول لك نحن 3 ذكور و7 بنات وأخ من الأم، هل نقسم هذه زيت زيتون مع بعض، علما أنه هي اللي بعض الأحيان تروح لهذه الأشجار وتقلب لهم يعني التراب وتسقيهم إذا كانت حرارة، وطول العام يعني يشربون من مياه الأمطار. بارك الله فيكم. تركة وتقسم على أساس يعني تركة أخ لأم، هو عنده السدس وحده، مش تاع الأم، هذا تاع الأب ولا الأم؟ الأم. نعم فهو أخ من الأم، قالك يا أخي هو الأخ من الأم. إذن هذا الأخ من الأم عنده السدوس، والأخرين أشقاء. نعم. الذكور والبنات. نعم. أخي ماشي ولد اللي مات هذا تاع الأم، هذا هي قالت أخ من الأم. أخ من الأم. إيه بمعنى أخوهم، يعني بمعنى أخوهم معنى داخل يماهم مات وهو واحد منهم. لا لا ولا هما أربع ثلاثة ذكور. هذا الحق منش قال لك هنا نحبون نحقوا منها. هما ثلاثة ذكور. صح. وأخ يعني واحد ذكر واحد من الأم. أبوه يعني أبوه أخ. أبوهم واحد آخر. بس الأم هي اللي ماتت. هي اللي ماتت. صافي هو واحد منهم. واحد منهم. يعني أربعة ذكور. مش أخ لي. صافي مش أخ لي. ابن. صافي ابن. شفت أنا إيش قلت لك؟ هذا ابن. إيه صافي ما أنت ولا ابن معهم. يعني ربع ذكور وسبعة بنات. وسبعة بنات. ربع ذكور وسبعة بنات. لكل الذكر مثل هذه الثانية، صافي ولو 8 الذكر يدو حق تاع زوج بنات، صافي ولو 8 و7 15 يقسموا على 15، هذاك الزيتون هذاك يقسموا على 15 زي يا اخي قالت 20 لتر 20 لتر يقسموا على 15 يقسموا على 15، والاخ كل ابن يدي زوج وكل طفله تدي واحد يعني السهم، هذا هو بما يقسموا للذكر مثل هذا. المهم هي التركه، وهذاك يقسم على هذا العدد هذا على 15 على 15 فقط. هي قالت لك انا هي اللي فقط اللي تروح، هم سامحين فما يروحوش يجيبوا هذاك الزيت. هي اللي تقوم بالعمل هي تدي المعصاره، عندها حاجه تدي اجر المثل. كيما واحد الناس اللي مثلا قال انت شحال راك كي تجيب واحد شحال تخلصوا كي يخدم لك الشجره هذه، قال نخلصوا الطون
هذا الكرتون يعطوها الطفلة هذه، يعطوها لها زيادة على التركة. ويقدروا يخلصوها بالزيت شيخ. يقدروا يعطوها. يخلصوها. ايه. ما فيش مشكلة. يقدروا يعطوها زيت. يقدروا يعطوها. يعني في محل المال. ايه ماذا ما كانش. ايه. ربي يبارك فيك إن شاء الله. آمين. وربي يبارك لهم إن شاء الله في زيتهم إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. آمين. السيدة أيضا زيت مبارك، زيت مبارك، شجرة مباركة، شجرة مباركة زيتون فيها ربي مبارك إن شاء الله. الله يكثر الزيتون في بلادنا. آمين آمين آمين, آمين. إن شاء الله يكون عام خير إن شاء الله. نعم نعم ربي إن شاء الله يجعله. وقالوا نعم خير إن شاء الله، اللي راح شاف الأشجار تاعه لقاهم الله يبارك معمرين. الحمد لله الحمد لله، هذا عام تاع خير هذا عام تاع خير إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبارك إن شاء الله في البلاد والعباد. آمين آمين إن شاء الله. تسألوا شيخنا سيدة شهيرة أيضا من جيجل في سؤالها الثاني، تقول لك أنا نخدم المعجنات يعني الرشدة والطعام والمعجنات بشكل عام، تقول لك نشري السميد، يقول كيف أحسب يعني نحسب هذه السلعة علما أني عندي مواد أولية، نشري الملح والزيت والطياب والغاز والجهد نتاعي ووقتي، تقول لكم كيفاش نحسبها بارك الله فيك من الناحية الشرعية يعني باش ما نديش حق غيري. اولا نشكرها ونبارك عام لها ان شاء الله، نقول لها بارك الله لك في عملك هذا. امين. يعني العمل الذي تقوم به من افضل الاعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعام قط خير من ان ياكل من عمل يده، وان نبي الله داوود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. فهنيئا لها انها تسترزق هذا الرزق الحلال، وثاني هنيئا لها انها تتورع وتطلب الحلال، جزاها الله خيرا وربي يبارك لها ان شاء الله. أما كونها يعني هي تشري السميد بمالها وتعاود كما يقولوا تخدم بها هذه الأشياء وتعاود تبيعها، فالعبرة بما تبيعه. احنا نقول لها إذا كان هذا صاحب المحل هو يبيع الرشدة هذا بالوزن، يعني مقدار تاع كيلو مثلا عنده ثمن معين، فأنت تبيعي له بالوزن الذي حصل عندك، تشوفيش السميد، شوفي ما حصلتي عليه من هذا العمل والصرفتي. يعني المهم العبرة بما تبيعينه. إذا اتفقت أنك صاحب المحل تبيعين له مثلا الكيلو تاع الرشدة بمبلغ كذا وكذا، فما يحصل لك من الوزن إذا كان أكثر من كيلو له أيضا يعني ما يقابله من الثمن، يعني إذا كان أكثر من كيلو، وإذا كانت قدري تخدمي كيلو فقط من كل عمل تخدمي، يعني هذا على حسب ما تتفقين. إذا اتفقتي مع صاحب المحل أنك تبيعي له الكيلو هذاك تاع السميد، الكيلو تاع الرشدة، فالعبرة بما تحصلين عليه، هذا هو. نعم. يعني يقولوا السميد شيخنا ب 5000، هي باش نوضحوا لها برك شيخنا باش تكون المسألة واضحة للأخت شهيرة. مثلا تشري السميد نقولوا مثلا الكيلو تاعه 4000 ولا 5000، وتبيع الرشدة نقولوا ب 13000. تبيع أي حرة على كل حال. عادي. عمل يديها ورأيت هذا عمل استغلال وتجارة، يعني لها أنت تأخذ الربح طبعا. نعم. على جهدها وعلى ما تبذله كذلك من المصاريف. نعم. الله يبارك في مالها وفي جهدها وفي وقتها إن شاء الله. آمين آمين. نستقبل المكالمة. أم بلال من وهران، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي سيدة أم بلال. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بشيوخنا الكرام، الله يزيدكم علما علينا إن شاء الله بما ركضتونا ونغنى بين قلوبنا وعقولنا إن شاء الله. آمين آمين آمين. ربي يحفظكم أم بلال. أنا مستمعة دائما ولو ما نسألشنا نتواصل. الله يبارك في وقتك إن شاء الله وفي علمك إن شاء الله وينفعنا بكم إن شاء الله. عندي سؤالين إن شاء الله. الأول، هل يجوز الفصل بين الصلاة بين الفرض والصلاة في الرواتب؟ يعني كي نصلي الراتبة الظهر مثلا، هل هناك مباشرة نأتي بصلاة الظهر أم نقعد نفرق بين صنبورها؟ هل يجوز التفريقات بين صلاة وصلاة؟ الفصل بين سواء كان فرض أو نفلا، التفريق بين فرض ونافلة والراتبة مثلا صلاة الظهر ربع. هذا هو مفهوم 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 مفهوم. نعم. سؤالك الثاني. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة متوفى عنها زوجها البقاء في بيت زوجها مع ربائبها؟ علما أنها يوم توفى زوجها في الربع في اليوم الثالث جاء أخوها وأخذها بحجة أنها لا تبقى
مع ربائبها في البيت، هي تقول انها امراه كبيره وهي اللي رباتهم، ومنهم الاناث منهم الذكور، الاناث تزوجوا والذكور مازال باقيين. جاوبك الشيخ محمد. بارك الله فيكم وربي ينفع يعلمنا ونوركم ان شاء الله. وعندي سؤال، كما دروك الحصه راه تفوت عندنا وحنا عندنا المغرب. طيب معليش نعاود لك الاجابه. وانا نبقى هذه الحصه نديرها كانما راني نتعلم منها، دائما نقعد. ربي يبارك لك في علمك. 10 دقائق ولا تفوت عليا الصلاه تاع المغرب، ما خاصني ندير كانني في حصه تعليميه. ما شاء الله. نجوز ان الخير نؤخرها بخير واحد 10 دقائق مثلا. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. ونذكرك ام بلال. ام بلال. كنا مشايخكم. الله يسلمك، ام بلال. نعم. نذكرك اذا راح يعني فاتتك الحصه وما قدرتيش يعني تشاهديها، تقدري يعني في مواقع التواصل الاجتماعي تبحثي عليها في اليوتيوب وتلقاي الحصه ان شاء الله. على بالي انا. نعم. انا بعض المرات نستناها على 12 تاع الليل. نعم. انا ما سميتهاش على 12 تاع الليل، نستناها عن الصباح الاعاده. نعم. الصبح. الله يبارك. يعني الله يبارك. راني كيما نقول لك راني معاكم في كل خطوه ان شاء الله. ان شاء الله ماجوره ومشكوره ان شاء الله. ادعوا لنا للذريه الصالحه ان شاء الله، ادعوا للاولاد الصالح ان شاء الله، ليهم ولوليتهم ولجميع وليدات المسلمين. ربي يحفظهم ان شاء الله وينجحهم ويوفقهم ان شاء الله في حياتهم. اختي مستمعه تستمع اليكم من بلجيكا يوميا وتعرف اسماء لان واحد واحد. ما شاء الله، الله يحفظها وان شاء الله ترجع سلمى غانمه ان شاء الله. ان شاء الله، الله ربي يحفظها في حلها وترحالها يا رب. مع السلامه. احمد من عين دفله، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا صغير الشيخ، واش راك لاباس؟ لاباس، ربي يحفظك اخوي احمد. والله لاباس الحمد لله. الله يحفظك، مرحبا. الشيخ عندي واحد السؤال على العجوز تاعي، الله يحفظك. تفضل تفضل. وشنو عندي العجوز تاعي ديتها عند اختها للعرس، وحضرت ديتها لاختها للعرس. يعني الوالدة تاعك. حضرت في العرس، صابت خاتم في ذاك العرس. هذه الأم نتاعك. تاعي المرا نتاعي. ها الزوجة نتاعك. ايه الزوجة نتاعي. ربي يحفظكم إن شاء الله. ايه صابت خاتم في العرس عند اختها. اليوم بعد ذاك الخاتم اعطته لاختها، قالت لها نسيت خاتم عندك في العرس. خلاته ثم قالت لها سقسي عليها كاس واحد طيحته هنا عندك في العرس، رجع لها عندك. كي خلاته ثم قعد عندها واقيلا عام ولا فايت عام، وهو عند اختها ثم عندك ولا في العرس. نعم. سقسي على صافي شكون اللي طيحت ثم الخاتم، ما صابتش مولاتها. كي راحت لها تاعي ثاني ديتها ثم قالت لها ما صابتش مولاته. وانت سطيها كي دير كي جبتو قاعد عندها شحال عاد قاعد عندك هنا؟ قاعد بالك عبد الله 15 سنه ولا هو عندها درساتو وتسنى في مولاته بالك شو واحد يبان ولا كيما بان. سقسيت واحد الطلبه عندنا هنا قالوا لي هذه يجوز لها تديه. نعم. جيت انا ديتو لها بعتو لها. ايه بعتو كانت محتاجه بعتو، وهي مازال بدايه شك على هذا الخاتم هذا، حوست تعرف كيف المصير تاعو. والان بعتوه؟ ايه بعتوه. ايه مازال متحيره. ايه مازال متحيره الزوجه. ومازال متحيره. ايه ان شاء الله ما تحتارش مع الشيوخ، ان شاء الله يجاوبوها. مازالت متحيره. لا قول لها الان تسمع الاجابه وان شاء الله الحيره تروح لها ان شاء الله والشك يزولها ان شاء الله. هكذا اخوي احمد. ان شاء الله نشكركم. ان شاء الله ادعي لنا معك. الله يبارك فيكم. ربي يحفظكم. يمتعكم بالصحة والعافية والراحة. مع السلامة. شيخ كمال. اهلا. ربي يحفظك. امين. ابي طول في عمرك. انت والشيخ محمد والمشاهدين يا رب. طيب فتيحة من العاصمة تسأل عن قيام الليل. متى يبدأ؟ تقول أنا قبل الفجر يعني النوض ونقوم الليل. وتقول لك ما هي الصور المحببة لقيام الليل وبارك الله فيك. نعم. قيام الليل يبدأ بعد العشاء. وقته بعد العشاء وينتهي عند الأذان الثاني. إذا الأذان الثاني خلاص قيام الليل انتهى، ندخله في الفجر من بعد الصبح. أما بعد العشاء يبدأ. والأفضل أن الإنسان كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تجدني بمعنى أقدر على أن أصلي بالليل وأفضل أن أوثر يعني في الليل. قالوا لا، قالوا لا تنم إلا حتى توثر، لا تنم حتى توثر. وهكذا سيدنا أبو هريرة قال وصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلاث، أن لا أنام حتى أوثر. بمعنى الإنسان أفضل أنه يوتر قبل ما يركض، لأن النوم سلطان،
يقدر يعني ما يفطنش يقدر، ولكن بعض الناس عندهم القدرة كما تعودوا على القيام ينوضوا تلقائيا، يعني معليش يعني لا كانوا عندهم القدرة وعندهم كما يقول الآلات والوسائل التي يفطنوا بها بالرافع ولا بالساعة ولا بأمور هكذا يفطنوا ما فيش مشكل، تصلي الشفع وتنام وتنوض في الليل وتصلي قبل الأذان الثاني، الأذان الأول مازال يعني كما نقولوا احنا قيام الليل مازال ثابت ومازال دائم، فتصلي ما شاءت بالصور تقعد تسمع منه صور اللي تحب هي ما فيهاش حتى صورة محددة، تحب تقرأ إنا أعطيناك قلوب الله وقل يا الكافرون إذا جاء، تحب تقرأ كما نقولوا أرأيت الذي لإلافي المطار مش حبت، تقرأ ما شاءت ما عندهاش حد، ما فيش هناك تخصيص صور معينة في قيام الليل تصلي كما حبيت. الآن تحب تصلي كما نقولوا احنا عدة صور تحب تطور كما نقول في الركعة، تقرأ خمس صور ولا ست ركعة في ركعة واحدة، وفي الركعة الثانية تقرأ ثلاث صور كما تحب، ولا تحب تقرأ صورة في الأولى صورة في الثانية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا أيهما أفضل، هل هي كثرة السجود ولا الإطالة في الصلاة؟ واش هي أفضل؟ في القيام. في القيام، نعم. هل هو الأفضل يعني الإطالة الوقوف وكذا تجيب يعني كما قلت صورة كبيرة وتثقب، ولا لا كثرة السجود؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له فأعيني بكثرة السجود، إذا بغيت تكون معي يوم القيامة في المكان تاعي يعني بما تكون في المقام في نفس الدرجة يعني كما نفس الطبق وقريب ليا يوم القيامة فأكثر من السجود. فهنا فهم العلماء كثرة السجود معناتها كثرة الركعات، وبعضهم قال إطالة في القيام، يعني لما الإنسان يقوم يطوم يعني يجيب كما نقول احنا صورة كبيرة ويقعد في الركعة الأولى شحال يطول، والركعة الثانية كيف يطول يعني يجيب ركعتين تكفي، ولكن إذا بغات تجيب أربعة ولا عشرة ولا ستة ولا زوج برك وتقرأ بالصور قصار الصور ما فيها حتى مشكلة، لها فيها ساعة كما تجمع فيها حتى حد معين ولا تخصيص معين تقرأ كما تشاء. نعم. حتى لو بغات تقرأ بالمصحف جايز، يعني تجيب ختمة كل ليلة تجيب ختمة عن طريق المصحف تقرأ يعني كما نقولوا شحال من ركعات، ست ركعات ولا عشر ركعات ولا زوج ركعات، وتقرأ القيام تطول القيام باش المصحف تجيب ختمة، كل يعني كل يوم تقرأ حزب مثلا كل في هذاك تقرأ تقسمها عن طريق المصحف وتقرأ وهكذا، والمهم ربي يتقبل بركة. آمين. المهم يتقبل الله. آمين. شيخنا تسأل في سؤالها الثاني السيدة فتيحة من العاصمة، تقول لك يعني نأخر الوتر مع قيام الليل ويكون هو الركعة الأخيرة ونقوم يعني في القيام يعني القنوت، تقول لك هل يعني هذا الفعل صحيح؟ وتسأل القنوت متى يكون، قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ هو القنوت يعني في مذهب الإمام مالك ليس هناك قنوت في صلاة الوتر، إنما في صلاة الصبح. نعم. لكن الدعاء يعني يقولوا لها في السجود، يعني يكون في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. نعم. لأن السجود حالة قرب من الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى وسجود واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فنقولها تكثر من الدعاء في السجود وربي يتقبل شكرا. آمين يا رب، ربي حفظك. تقول شيخنا سيدة فتيحة من العاصمة في سؤالها الثالث، تقول نحن مجموعة من الزملاء أساتذة عندنا مرتب شهري، لكن من هذاك المرتب الشهري يعني نقتص مليون، كل واحد يعني حط مليون مليون مليون، وهذا الشهر تأخذه واحدة من الزملاء، والشهر الجاي نفس الشيء نكرر العملية وتأخذه زميلة أخرى، والشهر الثالث حتى يعني الدور علينا قاعدك جميعا. نعم. تقول لك هذا التعامل يجوز أو لا يجوز؟ بارك الله فيكم. هذا في الحقيقة من باب التضامن والتكافل في بين الأساتذة، بمعنى يقول نحطوا صندوق وهذا الصندوق نشترك فيه، هذا بمعنى كالتأمين، اشتراك في التأمين بأقساط معينة نشتركوا، يعني نشتركوا في هذا الصندوق، فكل واحد محتاج من هذا الصندوق يأخذ منه، هذا موش سلف جرى نفعا كما بعض الناس اللي حرموه لهم قالوا لا هذه فيها ربا. لماذا فيها ربا؟ لأنك دفعتي نصيب معين وأخذت أكثر من النصيب تاعك، معناتها كاع حطينا مليون مليون كل شهر نحطوا مليون مليون،
لما احتجتي انت باش مثلا تشتغلي في بيتك ولا استقامتك 15 مليون وكاين 20 مليون في الصندوق، تدي انت 15 مليون هذا الشهر هذا، جيت لك 15 شغليتي به، خدمتي المنزل تاعك الى غير ذلك. والمره الجايه نزيد نحن نحطوا مليون مليون، كيف كيف تقعد 20 مليون كل شهر نطموا 20 مليون. جات كذلك واحده ثانيه قالت انا استحقيت مثلا باش العمليه لبنتي ولا حاجه، جيت تاخذ منه تديه باش تشتغل له. هذا من بين التضامن، ماهوش بمعنى سلفت لكم، بس ماشي سلفت انا. انا جينا نشتركوا باش كل واحد اللي خصو شيء يجي ياخذ من هذا الصندوق. صحيح. كما بمعنى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الاهل اسمه قال لهم يعني اعطى مثال تاع الاشعريين، قال نعمل على قال لك ما ياكلوش وحدهم، يجوا ياكلوا كل جماعه، دائما يحبوا ياكلوا جماعه. اي يجيبوا يعني كل واحد يجيب الماكله تاعو ياكلوا جماعه، نفس الشيء. فلهذا احنا ما نقولوش يعني الناس يحبوا يديروا الخير نحرموا من الخير، لا هذا فعل الخير وجايز ما فيها حتى مشكل. وربما يجيهم الشبهه يقول لك هذا قرض شغل سلفها وراه ينتفع به، هذا ليس قرضا جرا. هذا اللي قلت لهم. اي نعم بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. امين. ام بلال شيخنا من وهران تسالوا عن التفرقه في الصلاه بين الراتبه والفرض، هل يعني تفرق ولا توصل عادي في الصلاه؟ والراتبه يعني هي التي تكون يعني عندما يدخل الوقت. نعم. يعني الظهر مثلا راتبه تاعها بعدما يدخل الوقت، مش كما ربما بعض الناس فاهمين انه يصليها قبل الوقت، لا. إنما بعدها تسمى راتبة الظهر يعني عند وقت الظهر، فلو صليت قبل الظهر يعني فهي نافلة وليست راتبة. ولهذا لو صلت وسلمت مباشرة وقامت الأداء الفرض لا بأس، لا حرج في ذلك، يعني ما فيش إشكال. نعم. لأنها سنة تابعة للفرض. نعم. لكن لو يعني تجعل يعني فاصل يعني بين الصلاتين خاصة يعني راتبة الجمعة، هذه استحب بعض العلماء أنه يفصل حتى لا يتوهم أو لا يعتقد أنها تتمة لركعتي الجمعة التي هي أصلها ظهر يعني أربع ركعات، فيقول ربما هذه رأيت فرض تولي فرض، خوف هذا الاعتقاد يعني يقول لك يستحب الفصل، يعني يفصل ما بين صلاة الجمعة وبين الركعتين الراتبتين، يعني كان النبي يصليها في البيت. نعم بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخنا هذا السؤال يعني طرحته ام بلال في الحصه الماضيه، لكن راحت اذن المغرب وراحت تصلي وما سمعتش الجواب من عند الشيخ محمد. تقول شيخنا يعني الزوجه الشيخ محمد الثاني؟ لا الشيخ محمد الشيخ. ايه اذن المغرب وراحت تصلي وما سمعتش الجواب، فاحنا نعاودوا لها ان شاء الله الاجابه وان شاء الله. تقول لك يعني هذه المراه يعني كانت متزوجه وتوفي الزوج نتاعها الله يرحمه، وقعدت مع الربايب نتاعها، وهذو الربايب هي اللي رباتهم، يعني من تقريبا من 10 سنوات اللي رباته لزوجتها اللي يعني اولادها اصبحوا اولادها. في اليوم الثالث تاع العزاء جاء الاخ نتاعها وخذاها من بيت الزوج وداها للبيت اللي عنده او البيت الاب والام، فقال لها ما يجوز لكش انك تقعدي مع الربايب نتاعك، فهل هذا الامر صحيح؟ نعم. شوف المهم دوك هذه اذا كان الفرق كبير بيناتهم بين المربين وبين هي كما يقولوا 30 سنه ولا 40 سنه، لان هي من محارم باش يكونوا على بالهم. بارك الله فيك. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، هي من محارم ايماهم، هي اللي رباتهم، هي بمعنى كبرتهم، ما في حتى مشكل، خاصه كانوا صغار صغار وهي كبيره وزوجتهم ولا المشكل. نعم. ما كان حتى مشكل. على نحن حال زعما خاف بمعنى لا يجوز انهما غرباء، ما مش غرباء هم كي ولادها، هم ولاد رجلها. بارك الله فيك. ايه وهي راهي يماهم. بارك الله فيك. تنزل منزلة الام. بلهذا هذا اللي عنده هذا الفكر هذا خاطئ، فكر خاطئ، لانه اعتبر بان هذه شغل اللي غريبه عليهم وهما بمعنى ما مش من المحارم وما يجوش تقعد معاهم وهذه خلوه وهذه كذا، ابدا. هذه من المحارم راهي ماهم وهي اللي رباتهم وكبرتهم والى غير ذلك، فهذا بمعنى مما لا شك فيه بان الاجتماع معها والجلوس معها وكما قلت وياكلوا معها ما في حتى مشكل. يعني الفعل تاع خوها خاطئ. خاطئ. يعني بهذا الفكر هذا يعني كما يقولوا خاف يقول لك بمعنى هذا فيها خلوه وفيها لا ابدا. والعده تاعها شيخها.
إذا جات قعدت في الدار. في دار الزوج. في دار الزوج، ما لوين. هو اداها شيخ. واش راني نقول له؟ علاش قلت له خاطر؟ عنده زوج كما نقولوا فيها خطأان، الخطأ الأول هو الخوف تاعو، هذا الفكر تاعو اللي خاطئ، والثاني هو خرجها من العدة تاعها، أو خرجها من الدار تاع العدة اللي تاع الزوج. شكون يتحمل الإثم هنا شيخ؟ هو. هو يتحمل. هو يتحمله. هي بالك ما تعرفش مسكينة. ما تعرفش مسكينة. إيه؟ واش دير هي؟ هي من الخوف وهكذا راح. هذا هو راح تبعث خوها. نعم. نقول له غلط. ماشي هكذا. لكن الآن كسرت لها العدة. اللي هي المفروض تقعد في الزبيت الزوجية، وثاني حاجة الفكرة تاعك هذاك المتشدد هذا والخاطئ زدت كذلك هربتها من الأولاد اللي المفروض هي كي ولادها. وراهم متأثرين شيخنا، متأثرين بزاف وزعفوا، وحتى هي خاصة كي تربطوا معاها مسكين وتربوا معاها وحسوا كي يماهم كما يقولوا شكون يماهم. حتى هي زعفت ومرضت شيخ. ها شفت كيفاش؟ نعم. شوف كيف شو وصل هذا؟ قالت يعني فرقني على ولادي. التصرف هذا تاع الماجن والتصرف هذا تاع انسان جاهل، ها هو شيء يؤدي. شوف وين يدي. الله المستعان. للاسف الله المستعان. والان شيخنا تقدر ترجع تقدر ترجع والعده يتحسب فيها. تقعد تكمل العده هي في العده. اي في العده. ما دام في العده. ولكن ترجع بيت زوجها خير. نعم. وربي ان شاء الله يصلح الحوار. امين. الله يصلحهم ويهديهم ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله توصل هذه النصيحه. ونفس جواب الشيخ محمد الشيخ نفس جوابك شيخنا. إيه؟ ونفس النصيحة. إيه سبحان الله. ربي يحفظكم شيخنا. يبارك فيكم. آمين وينفعنا فيكم إن شاء الله دائما إن شاء الله. شيخنا الأخ أحمد من عين دفلة يقول الزوجة نتاعو يعني هذه الحكاية عندها تقريبا أكثر من 15 سنة. الزوجة نتاعو في العرس يعني تاع الأخت نتاعها لقات خاتم من ذهب. والخاتم هذاك أعطاته الأخت نتاعو نتاعها. بعد عام تقريبا عاودت رجعته لقت لها ما بانش يعني مولات هذا الخاتم فقعد عندها 15 سنة فتقول يعني ممكن يجي يوم من الأيام يظهر يعني صاحب هذا الخاتم تقول لك الآن يعني خذاوه وباعوه لأنهم سقساوا واحد من المشايخ في الحي نتاعهم قالوا ما هو حلال لكم تقدروا تتصرفوا به تبيعوه تستعملوه فما زال تقول لك الزوجة ما زالها متحيرة وشاكه في هذا الامر فاقول لك يعني نبهوها ووضحوا لهذه المساله وبارك الله فيكم. نعم هو المعروف ان اللقطة اي ما يجده الانسان في مكان ولا يعرف صاحبه فواجب عليه هذا الانسان اذا كان هذا الشيء يخاف عليه ان يلتقطه واذا كان الشيء هذا لا يخاف عليه يعني ربما يرجو ان يحضر صاحبه او يرجع اليه فالأفضل أن لا يلتقطه ولكن إذا كان الشيء هذا مما يخاف عليه يعني هي واللي واجب لأن هذا من باب التعاون على الخير التعاون على البر بين المسلمين يديه بنية التعريف ما يديش باش يعني بنية أنه يستفيد منه أو ينتفع به إذا اداه بنية يعني الالتقاط بنية التعريف هذا لا بأس جائز بل هو من المعروف ومن العمل البر الذي يؤجر عليه واللقطة هذه نوعان إما شيء يلتفت إليه وإما شيء لا يلتفت إليه شيء تتعلق به النفس والناس لو كان يروح لها تحوس عليه أوكي أشياء لو كان الإنسان يودرها مثلا يحوش عليها يقول له يقول لك ما فيها شيء الشيء اليسير هذا لا الإنسان ما يبحثش عليه وحددها إمامنا مالك بمقدار ما يقطع فيه السرقة وهو ربع دينار قال إذا كان أقل من ربع دينار فلا بأس أن لن يترك تعريفها لا يجب عليه التعريف لأن أمر زهيد وإذا كان له قيمة أكثر من هذا قال لا بد من التعريف واجب وما يجوز له يتملكها بدون تعريف إذا مضت سنة وما عرفهاش يعني فهو ضامن بقات الآن الأخت الكريمة يعني عندها مدة الآن هي رجعتها ظنا منها أنها ترجعها لأختها تبان مولاها ولكن أختها هي اللي قصرت يعني لم تعرف عرفوا قال له شيخنا اذا عرفت خلاص عرفوا قال اذا عرفت مده سنه ويعني والان نقولوا كيما افتوا لهم صحيح اذا عرفتها وما جاوش الناس ما حضروش وما بانش مولها فهم احق بها نعم نعم اللهم الا اذا كان بان مولها في يوم من الايام يعني يخيروه يعني اما يردوا له القيمه او الثمن او يردوها له نعم اما اذا ما بانش فهم احق بها ان شاء الله نعم ربي يحفظك شيخنا وبارك الله فيك نستقبل مكالمه السيدة فتيحة من بومرداس السلام عليكم وعليكم السلام خويا تفضلي إذا تفضلك خويا راني فرحانة فرحت بيه الحال عندي وأنا نقابل به نعيط لكم وما نحكمكمش ربي يفرحك دائما إن شاء الله خويا عندي سؤال عندي ثلاثة أسئلة الأول
الاول خويا انا راجلي من قبل ما يموت خلى لي مبلغ مالي. نعم زوجي الله يرحمه. ومن بعد كي مات انا قريت لربايبي، انا عندي ربايب. نعم. ومن بعد سمعوا بي على بالي، ودوك ما مانيش عارفه الا يدخل في الورث ولا لا. وهذا المبلغ الزوج نتاعك وصاك عليه ولا حاجه؟ لا لا انا اللي قلت له، قلت له اعطي لي هكذا شويه دراهم اللي كنت ما ياخذك فاش نديفاني. نعم. ومن بعد اعطى لي واحد المبلغ لكن ما رفضتوش، حطيته مع دراهمه. يعني المبلغ اللي طلبتيه انت جمعتيه مع المبلغ اللي كان مخبيه؟ انا درته في صافية بيضاء باش نشفع عليه، درته هكذا من في ثلاثة وحدة مع الشيد تاعو، ونهار مات. نعم. رفدهم جا وليدو رفدهم الخزانة، وقلت له اخويا قلت له هذو يا وليدي قلت له هذو خلوهم لباباك، قال لي كي خلوهم لباباك هم ليك، ودوك ما رانيش عارفة لا تسمحوهم ولا باش نسموحي. يعني الابن عاود رجعهم لك؟ اعطاهم الاثنين، اعطاهم اليوم بعد ثانيين ابناء اخرين زوج، ثاني سمع كيف قريت بهم انا ما جبتهمش، قلت لهم كاين، بصح في قلوبهم ما رانيش عارفه الا سمحوهم ولا لا. يعني الابن اللي اعطيتي له رجعتي له مبلغ عاود رجعه لك، قال لك حلال عليك. لا هو كي جا للخزانه نتاعي قال لي نعطي لي المال تاع بابا، قلت له هاوليك. اها. ومن بعد قلت له خويا هذوك اللي في الطاشي البيض هذو اعطاهم لي باباك هيبه. نعم. قلت لهم انتم دبروا راسكم، حبيتوا تعطوه لي حبيتوا تدوه مع الورث. اعطاه لي، لا اله الا الله رسول الله، اعطاه لي مي انا مداميري ما ارتاحش. نعم. والسؤال خويا السؤال الثاني. نعم. درهم خويا الفايده نتاع البوسطه، انايا كي طلعوا لي في البوسطه قلت له لهذاك الراجل قلت له ما تعطيهم ليش دبر راسك بهم. نعم. هذا صحيح ولا كيف ندير لهم هاك تاع الفايده؟ واضح. والسؤال الثاني خويا انا كي كنت صغيره ما رانيش عارفه كيف وقتها بديت رمضان وقتها بديت الصيام وقتها بدات تهز لي العاده، احنا صحاب بكري نحشموا ما نقولوش لهم مالينا. نعم. ودوك خويا الصلاه راني نصلي راني هنا راني فيها مي رمضان ما رانيش متاكده. نعم. وتبارك الله فيكم خويا راني فرحانه، ربي يطب في عمركم ان شاء الله. امين، ربي يفرحك دائما ان شاء الله. ان شاء الله. والله يا خويا عبد المنعم كمال بوزيدي من اللي كانوا يخدروا فتاوى على الهواء هو الشيخ الله يرحمه. الله يرحمه ويسح عليه ويطول في الشيخ كمال الشيخ محمد. الله يحفظكم هاني الحمد لله اليوم حكمتكم. الله يفرحك ان شاء الله دائما ان شاء الله. اخ يا خويا تبارك الله فيكم، الى ما كفاش الوقت نقابلكم غدوه ان شاء الله. ان شاء الله وادعي لنا معك دائما. الله يفرحكم ان شاء الله. امين ويفرحك انت يا تامر. الله يجزيكم في وليداتكم ويعطيكم الصحه لكم ان شاء الله. امين يعطيك ويمنيك ويرضى عليك ان شاء الله، يمتعك بالصحه والعافيه والراحه ان شاء الله. الله يكتب لك حجه ان شاء الله في القريب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ليلى من العاصمه السلام عليكم. سيده ليلى مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. وش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله على كل حال. الحمد لله. انا ارمله. الله يرحم الزوج ان شاء الله. عنده قريب 6 سنين ونص اللي مات. نعم. وانا مره مريضه ودوي على اعصاب. ربي يشافيك ان شاء الله. الله يسلمك. وكنت نخدم وزو ملي ما تسوج لهنا رايحه وننقز دوك كنا راني تمشى بالعصا ولازم يشدني واحد. نعم. وباغ دوك راني وحدي في الدار. ولادي راحوا كل واحد كل واحد راني وحدي في الدار. ما لاجت كنت مريضه جات وحدها طلع لها بنت خالتي. كان عندي باب هنايا قالت لي بابا جيبي نخبيو لك عندي. واحدة من الأقارب. نعم. منها بنت خالتي الشقيقة. قلت الذهب يعني بزاف سيرتو الحزمة تجيب واحد 450 مليون ولا ماشي أكثر. ودات مسايس خواتي درت لها بحث قلت لها شوفي أنا ما عنديش البنات عندي غير الولاد. درت لها قالت لي ما كانش قلت لها انتي بنتي ما جابتش كلشي. وعلاش داتهم؟ انا قلت لها شوفي دي بعيني الحزمه حبيت نروح عندك تفعلوا الخير نقدم شويه المساكين ونقولوا بنيوا لي بير صدقه. حبيتي صدقه جاريه تحفري بير؟ لا قلت لهم نعم. قلت لهم بس انا بوغ موا قاعد مريض عندي بزاف الامراض. قلت انا بوغ موا عندي رجلي في الدنيا وحده في الاخره. صح. وشنو هو السؤال تاعك الان الحاجة؟ السؤال تاعي كي راح زعما تبيعها هذه محزمه كبيره ماشي تعاودت تشبك على راجلي بالويز القديم.
تجيب واحد 500 مليون. نعم. وراه هي المحزمة قالت لي نحن بحالك درتها وانا والو درتها بنتي عطيتها كل الوسمه جابت لي 90 مليون. وانا قالوا لي هبل كي قلت لي قالوا لي هبل جاي المحزمة هذيك تاعك كل جاب لك 90 مليون. وانا كم حاشاك جايحة لا 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 اسمه قلت لها بدي 5 ملايين ليك و 5 ملايين ليما. ودوك ما كانت كلش ذات المال ذات الذهب ولانها خرجت لي الذهب قلت ماشي مليح ماشي مليح راني حايره كيفاش ندير لا ربحت لا ربحت الدنيا ما ربحت ربي لا 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 كي رابحه ان شاء الله الشيخه ويقول لك وان شاء الله يطمنك ان شاء الله ان شاء الله يرجع لك حقك ان شاء الله الحاجه ليلى ما عنديش الوالي يرجع لك حقك ان شاء الله ما عنديش الحاجه ليلى ما يسمحليش باش ندير ما عنديش الدراهم باش ندير الحاجه ليلى يجاوبوك الشيوخ ان شاء الله ويطمنوك ان شاء الله وانت يا زيدي تواصلي مع اولادك ان شاء الله ويزيدوا ان شاء الله يفهموك في القضيه هذه ان شاء الله الحاجه ليلى ربي يحفظك كيفاش نجي لكم ولا تعيطوا لي معليش خلي الرقم نتاعك ويتواصلوا معك الشيوخ ان شاء الله ما تغلقيش اتواصلي مع الزملاء خلي الرقم نتاعك ويعيطوا لك الشيوخ ان شاء الله في القريب ربي ان شاء الله يشوف الخير ان شاء الله في الصلاح ان شاء الله ويرجع له حقه ان شاء الله آمين. طيب شيخنا شيخ كمال فتيحة أبو مرداس تقول زوجي ترك مبلغ مالي مبلغ مكتنز والآخر أعطاه لي كهبة كي توفى الله يرحمه الزوج جاء الابن الكبير أعطته المبلغ المكتنز كامل وزادت أعطت له هذاك المبلغ تاع الهبة قالت له هذا المبلغ يعني الأب نتاعك الله يرحمه قبل ما يتوفى أعطاه لي إذا حبيتوا تدخلوه مع التركة وتقسموه اللهم بارك حبيتوا ترجعوه لي الله يجزيكم خير فقالها هذا حلالك ما دام أعطاه لك الوالد هبة فهو حلالك الآن هي مسكينة راهي تقول لك ضميري ماهوش مريح لأنه الإخوة الأخرين مازال ما سمعوش بالقضية لا. هذه فجوابكم لها بارك الله فيكم الهبة اللي لم يكن لها شهود تعتبر تركة يعني من يضمن ومن يعني يحقق بأن فعلا قد أعطاها هذه هبة عرفوش هي تقول هي قالت لها الأخ هذا اللي هو واحد من ورثة ولكن الورثة المفروض كل يكونوا جميعا لازم هما يتنازلوا جميعا فعلا يقول هذه معلش من أديها مادم الأب تاعنا هو اللي تبرع وأعطاك هذه الهبة حنا نقر بها خلاص أديها ما فيش مشكلة خلاص ما فيهاش بما ان الاخرين هذا واحد منهم هذا يسموه المقر يعني بالبابا ايه هذا كما نقول احنا قضاء وديانه عند ربي هو عندها تاعها ولكن القضاء لا ديانه بينها وبين ربي عطاها ولا الاب تاعها ولكن قضاء لابد من شو ايه لازمنا خاش كي تجيني تشكي يقول لي مثلا ودات لنا يقول عندك شهود انت تقول لي ما عنديش اما انا خلاص ما قاضي عند القاضي انا قاضي يعطيها يقولون ما تدخل في التركة لازم شهود تدخل إلا إذا تنازل الباقون من الورثة هنا خلاص ما دام تنازلوا يعني أقروا على ما يكفيش واحد لازم هذا واحد يتنازل عن حقه يعني زوج الأخرين لازم حقك يتنازلوا عليه بتاع الأخرين لازم كذلك يتنازلوا يعرفوا لازم الإخوة الأخرين ولا الأخوات إذا كانوا البنات كانت معهم يتنازلوا كل عن هذا ويولي حلال عليها عندها الحق. إذا لم ينازعوها بينها وبين الله ديانتها. خلاص. إذا ما نزعوهاش. إذا ما نزعوهاش قاعدة تحقها عند ربي. ولكن عند القاضي يكون يشكي مثلا ما عندهاش حق. يقول لازم الدين. شيخ محمد في دقيقة الفوائد تاع البريد. نعم نقول تخرجهم وتنفع بهم إن شاء الله وتخرجهم في المصالح العامة أو في بناء المساجد أو في إعانة العائلات المحتاجة أو المرضى فهذا إن شاء الله هو المهم ما تخليهمش ولا ما تخليهمش عندهم ما تخليهمش تجبدهم نعم. ما تقولش للموظف خليهم ما تقولش خليهم لا تجبدهم ربي يحفظك شيخ محمد الله يجزيكم خير شيخ كمال الله يطول في عمرك آمين جميعا شيخ محمد والمشاهدين الكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم